لا نسمع عن حفل زفاف إلا ويصحبه المباركات والإعجاب، لا سيما إذا اختار العروسان ثيابا تقليدية للتعبير عن تاريخ خلفيتهما الثقافية التي تختفي مظاهرها في العصر الحديث. لكن لم يكن هذا ما حظي به العريس جوجو وعروسته لونا. السبب أن العريس جوجو وعروسته لونا كلبان من نوع مالاموت ألاسكا، وقد تزوجا في حفل زفاف باذخ في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. جوجو ولونا مشاهدينا ارتديا ملابس تقليدية لجزيرة جاوا، وبالزغاليط والعراضة والموسيقى الإندونيسية حضر أصدقاء الكلبين من البشر والكلاب حفل الزفاف. أحد القساوسة تصدر مكان الحفل وقام بمباركتهما، وأكثر من 20 جهة منظمة بين مصممي ديكور ومنسقي ورود وخدمات الطعام والكيك للكلاب والبني آدمين ورعاية الحيوانات الأليفة، فضلا عن المصورين والراقصين، عملوا على تنظيم هذا الحفل. طبعا هذا التنظيم مو ببلاش، فقد كلف عرس الكلبين 200 مليون روبية، أي ما يعادل نحو 13,500 دولار، أي أن تكلفة العرس بلغت نحو 40 ضعف الحد الأدنى للأجور في جاكرتا البالغ نحو 330 دولارا فقط. وبحسب البنك الدولي يعيش 10% من الإندونيسيين البالغ عددهم 270 مليونا تحت خط الفقر. وما زاد من حدة الغضب طبعا هو أن صاحبة العروس لونا هي هذه الشابة ذات الابتسامة العريضة، اسمها إنديرا راتناساري وتعمل في دوائر الرئاسة الإندونيسية. طبعا هذه التكلفة أثارت غضبا عارما على مواقع التواصل، وهذه بعض من ردود فعل الإندونيسيين. جيسي تقول يستخدم المسؤولون الحكوميون في زواج الكلاب العادات الجاوية أم لا، وتم ترك المواطنين جائعين وفقراء. أما تيكوس فيوجه كلامه للرئيس الإندونيسي بالقول عار على فريق العمل الخاص بك، العادات النبيلة التي تظهر خصائص الناس في المنطقة يبدو أن موظفيك الخاصين يسخرون منها، لا يحتاج القصر إلى أشخاص مثلهم. أما أخيرا زريد يقول أطلب، وأيضا وجه حديثه للرئيس الإندونيسي، أطلب منهم أن يتعلموا تاريخهم حتى لا يرتكبوا خطأ بشأن استخدام العادات النبيلة، عليهم التفاخر بالعادات الجاوية معترف بهم من قبل العالم. بعد الكثير من الجدل مشاهدينا، إنديرا صاحبة الكلبة لونا والتي تعمل في دوائر الرئاسة الإندونيسية وصديقتها فالنتينا صاحبة الكلب جوجو عبرتا عن أسفهما واعتذرتا لكل من يحب ثقافة جزيرة جاوا التقليدية ولجميع الإندونيسيين الذين شعروا بالأذى. تكلفة عرس الكلبين أعادت الجدل بشأن الفوارق الاجتماعية في البلاد، إذ تسجل إندونيسيا أحد أعلى معدلات التفاوت في توزيع الثروات في العالم. وقبل أشهر دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو المسؤولين إلى عدم التباهي بحياتهم بشكل غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج، سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.